في عهد عثمان بن عفان أيضا عمان كان لها دور كبير. تذكر رواية بأنه استمر عثمان بن أبي العاص في عمان واليا من بعد عمر بن الخطاب، حتى في عهد عثمان استمر. وفي رواية بأن عثمان بن عفان احتاج للعمانيين بجهودهم العسكرية وجهودهم الثقافية ليعينوا والي البصرة عبد الله بن عامر بن كريز، كان واليا على البصرة وأضاف إليه عمان. ويذكر المؤرخين أن إضافة عمان إلى عبد الله بن عامر بن كريز ليس فقط للولاية، وإنما يريد أن يستعين بجيش الأزد وكذلك أيضا بعلماء الأزد من أجل إعانته في إدارة الدولة في العراق. وطبعا وما أدراك ما العراق، فهي كما وصفها الحجاج في خطبته المشهورة. عموما فاستمر عثمان بن أبي العاص، ثم بعد ذلك عبد الله بن عامر تتبع عمان الخلافة الراشدة. ولكن أيضا نحن نسينا ما بال الملوك، ملوك عمان أين ذهبوا؟ ملوك عمان، نحن قلنا بأن في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم كان يحكم عمان عبد وجيفر التي نصت عليها الرسالة. بعد عبد وجيفر قيل توفي جيفر فخلفه عبد في الحكم، واستمر عبد حاكما لعمان إلى أن توفي فخلفه من بعده عباد، وكان عباد معاصرا لعثمان بن أبي بعثمان بن عفان. وطبعا استمر عباد يحكم عمان في فترة الخلفاء الراشدين، عباد بن عبد بن الجلندة. والمشاركة العمانية في عهد عثمان بن عفان تمثلت في الشخصيات التي شاركت في فتح بلاد المغرب. فعندما غير عثمان بن أبي العاص عمرو بن العاص وعين بدلا منه عبد الله بن أبي السرح، وطبعا هذا من المؤاخذ التي أخذت على عثمان، لأن عبد الله بن أبي السرح كان أخو عثمان بن عفان من الرضاعة، وكان يعني من الأشياء التي أثارت حفيظة المسلمين أنه كان يعين الولاة من بني جلدتي من قومه. فعندما عين عبد الله بن أبي السرح واليا على مصر نادى منادي الجهاد لمواصلة الجهاد في بلاد المغرب. وسبحان الله نرجع إلى فراسة عمر. عمر بن الخطاب عندما فتح المسلمون مصر وصلوا إلى حدود ليبيا اليوم، إلى مدينة برقة، وما زالت المدينة لليوم قائمة. وصلوا إلى مدينة برقة فأرسل رسالة عمرو بن العاص عندما كان واليا عليها إلى عمر بن الخطاب يطلب منه بأن يواصل فتوحات في بلاد المغرب أو في إفريقيا. فقال، رد عليه عمر بن الخطاب في رسالة جوابية لهذه الرسالة: إنها ليست بإفريقية ولكنها المفرقة، فلا يدخلها جيش ما حييت. هذه الفراسة التي تفرسها عمر بن الخطاب فعلا وقعت. فالمسلمون عندما بدأوا بفتح بلاد المغرب ظلوا سنين وسنين حتى تمكنوا من فتحها. ونحن نعلم بأن بلاد المغرب ارتدت أكثر من 12 مرة، تدخل الإسلام وترتد. فلذلك صدق حدث وفراسة عمر، إنها ليست إفريقية إنها المفرقة. وطبعا يعني هناك أسباب لماذا ارتدوا، لأن في الحقيقة الجيل الفاتح الذي جاء بعد جيل الصحابة لم يكن هدفه هو الفتح الإسلامي، وإنما كان هدفه الغنائم، خاصة هذه الوجهة تغيرت عندما تولى بني أمية الحكم. عموما فشارك العمانيون في هذا الفتح، وبدأ المسلمون يدخلون بلاد المغرب ويتوسعون في بدايتها. وكان العمانيون، مجموعة من العمانيين شاركوا في هذه الفتوحات. أيضا من الجوانب المهمة في عهد عثمان بن عفان، والتي أيضا أخذ العمانيون عليه مأخذ، لأن عندما تقرأ كتب السير تجدوا أن العمانيين أيضا أخذوا مأخذا على عثمان بن عفان، أنهم كانوا يذهبون ببضاعتهم إلى البحرين لبيعها، ولكنهم عندما يصلون ويريدون يبيعون بضاعتهم يمنعوا من بيع بضاعتهم حتى تباع بضاعة
الخلافة. وهذا شنع كثير من العلماء العمانيين على هذا الأمر، كيف تقدم يعني بضاعة الخلافة وتؤخر بضاعة المسلمين الآخرين، يجب أن تباع معا. فهذه تجدها في السير، وهي من الأشياء التي عاب العمانيون على عثمان بن عفان. هذه يعني معظم أو مجمل الأحداث التي وقعت في عمان، واستقرت طبعا واستمرت عمان تحكم أو يحكمها العمانيون بأنفسهم، يعني وإن كانت هي تابعة للدولة الإسلامية إلا أنها تدار بأيدي عمانية، كما قلت بأنه كان عباد موجودا في الحكم فكان هو الذي يدير عمان، ولكنها تحت لواء الدولة الإسلامية. ونعلم كلنا أن بعد وفاة أو بعد مقتل عثمان بن عفان ولي الخلافة علي بن أبي طالب كرم الله وجهه، وبقيت عمان في ولائها للخلافة. ولكن من الحسنات التي أيضا تحمد للعمانيين أنهم لم يشاركوا في الفتنة، بمجرد ما عين علي بن أبي طالب خليفة عين على عمان الحلو بن عوف الأزدي واليا على عمان أو ممثلا للدولة على عمان، واستمر الحلو بن عوف الأزدي في عمان حتى مقتل علي بن أبي طالب،